السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي وفي فيديو جديد. ان شاء الله تلقاكم على فيديو كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم في الفيديو ان شاء الله راح نشارك معكم ان غوسيت بيان غوموند. راح نشارك معكم ان تشيز كيك بون كراميل بزاف بنين. ديجا لو تشيز كيك وحده بنين وزيد عليه لي بون كراميل. واش نقول لكم بنه على بنه. بصح هاد لو تشيز كيك اللي كنتو ريجيم غير خطيكم، يعني هاد الريجيم هاد لو تشيكيك عفوا ما يولي مش كامل لو ريجيم. اي باغ كونط هاد لو تشيكيك يطيب في الفرن، يعني لازم يطيب. بصح ما فيهش لا جيلاتين، دي سي لافونتاج. الا ما كاش عندك لا جيلاتين ولا ما تلقيهاش فاسيلمون، هاد لو تشيكيك هو اللي يورمك. و وسيرتو هاد لو تشيكيك لا باز ديالو ساهله. وهذا لا كارنيتور كيما انا راح ندير لكم بلي بوم او لي كامل، نتوما تقدروا ديروه باش ما حبيتو. اذا بلا ما نطبع لكم راح ندوزو ديراكتومون نشوفو لا غوسيت. الو هنايا البلاد بولا باز دو تشيز كيك، عندي هنايا 200 غرام ديال لي بيسكوي. انا استخدمت لي بيسكوي سبيكيوس باسكو يجيو بزاف بنان مع لي بون او لو كامل. كيما على بالكم لي بيسكوي سبيكيوس فيهم لي زيفيس و سورتو فيهم لا كانيل، الوغ راح يجيو بزاف بنان مع لي بون. اذا كيما قلت لكم عندي 200 غرام دو بيسكوي سبيكيوس، ولا تقدروا ديروا اي بيسكوي يكون عندكم اللي خلطتو مع 60 غرام ديال الزبده الذايبه، خلطتهم وراح ديرهم كوم اون باز في المول ديالي. انا هنايا المول اللي استخدمتو سيتي مول دو 24 سنتيمات. تقدروا ديروا ان مول دو 22 ا 24. الا انت مول صغير راح يجيكم لو تشيكيك ديالكم بزاف عالي، الوغ يجي بزاف ثقيل. اون با راح يجي بزاف ثقيله، ولا درتو 28 ولا راح يجيكم رقيق بزاف. الوغ تقدروا ديروا ان مول دو 22 ا 24 سنتيمات. اذا كيما شفتوا معايا لو بيسكوي ديالي حيدتو، ومن بعد خلطته مع هذاك لو بور فوندي. Ou je vais tasser le fond de cheesecake d'ailleurs qui m'a coupé du fourneau. Et voilà, البنات دوكا بعد ما كملنا من لاباز دو تشيزكيك راح نشوفو لا كريم فرماج. عندي هنا بالنسبه للمقادير ديالها 200 مللتر ديال لا كريم ليكيد، 400 غرام ماسكاربون، 80 غرام سكر دو بريفيرونس الى عندكم السكر البني، 3 بيضات وشويه ديال لافاني. بالنسبه للماسكاربون الا ما توفرش عندكم لو ماسكاربون تقدروا تعوضوا سوا بلو فيلادلفيا سوا بلو فرماج لا بلو فرماج، ولا تقدروا ديروا ان ميلونج دو فيلادلفيا فرماج بلو هني. المهم عندكم 400 غرام وانتم ديروا لو فرماج اللي حبيتو. المهم هكذا يكون فرماج كريمي، يعني جبن كريمي سواء الفيلادلفيا لو ماسكاربون لو فرماج بلون لو كيري، ولا تقدروا ديروا ان ميلونج. البنات بون لا بريباراسيون بزاف ساهله. ناخذ لو ماسكاربون نزيدو عليه لو سكر و لا فاني، نخلطوه مليح مليح، ومن بعد نزيدو لا كريم ليكيد اللي كنا 200 مليليتر، وفي الاخير راح نزيدو هذاك البيض ونخلطوه كامل مع بعضهم. وهذا مكان هكذا تكون لاباري ديال لو فرماج دو تشيز كيك راهي واجده. ولا درتو ان اوتر غو ابار لي بوم او لو كراميل، تقدروا ديروا التشيز كيك ديالكم الا حبيتو بعدهم ديروه باتون ولا دو سيترون ولا دو كراميل. وسي تقدروا ديروا هنايا على بلاص دو لا فاني ديروا لاغوم اللي حبيتوها، سوا ديروا لاغوم سيترون لاغوم كراميل لاغوم كافي اورانج، ولا وحتى الا حبيتو ديروا مغرفه ديال المزهر. يعني هنايا انا اخترت نديرو على فاني، بصح نتوما تقدروا ديروا لاغوم اللي حبيتوها في لاباراي افروماج ديالكم. هنايا بعد ما وجدت
اكيد كما كنت كتبتها في المونتيلي ونخليها تطيب على 180 درجه لمده زلت 40 دقيقه. وفي هذا الاثناء راح ندوزو نوجدو لو كراميل. لو كراميل او بور سالي هنا بالنسبه للمقادير ديال الكراميل، عندي 100 غرام سكر، 40 غرام ديال لو بور سالي، 200 ملل كريم ليكيد مع شرب ماء. فوالا هنايا البنات كيما شفتو معايا لا بريباراسيون دو كامل بور سالي. دونك جو كاسكول حطيت السكر، حطيت هذيك زوج مرات ديال الماء وخليتهم حتى بداو هكايا ياخدو اون كولور. انا نحب الكامل ديالي يدير شويه غامق، وانتي على حسابك الا تحبي يجيك كلير ولا غامق. انا نحب هكايا نبدلو اون بيل كولور. بعد هنايا راح نزيد هذاك لو بور. انا استخدمت دو بور سالي، الا متوفرش عندك دو بور سالي تقدر ديري لو بور دو تستخدمي بور بريباراسيون دي غاتو ولا بور لي تارتين، وتزيدي هنايا اون بينسي دو سيل باش تحصلي على ان كراميل دو سالي. وبعد ما دابا عندي لو بو زدت هذيك لا كريم ليكيد. انا هنايا طفيت الفلي وطافي. وبعد كي تخلط عندي هذيك لا كريم ليكيد مليح، وراح نشعل عليه. من بعد راح نشعل عليه على نار هاديه مليح مليح، نقص مليح عليها ونبقى نخلط حتى نتحصل على القوام ديال الكيكه اللي راني نحوت عليه. كيما راكم تشوفوا هذا هو لو كراميل ديالي بعد ما خليته يتماسك شويه. فوالا لو كامل دريت دون ان بوكال فيغ، راح نحطو في الفريجيدار حتى لو مومون ديال لا ديكوراسيون دو تشيز كيك ديالي. وهاد لو كامل تقدرو ديروه، عندو بزاف ديال الاستعمالات، تقدرو ديروه بور لي تارتين، بور لي كخيب، ولا بور لي كاتو، تقدرو ديرو بيه اش ما حبيتو. لو تشيز كيك ديالي بعد ما دازت 40 دقيقة، لو تشيز كيك ديالكم كيفاش تعرفو بلي راهو طيب؟ تشوفو لي كونتي ديالكم سون فيغ راهم طابو. وبالنسبة لو ميليو ديالكم راح يقادلكم شويه هكذاك كي لو فلو، راح يقاد هكذاك ماشي طيب شويه. الو هذا سين بلي لو تشيز كيك ديالكم راه طيب. وكما قلت لكم على 180 درجه مده 40 دقيقه راح يجيكم سوا سوا. لو تشيز كيك نخليوه يبرد ومن بعد ندخلو للفريجيدار يقعد لنا اون وي كومبليت، يعني مينيموم 8 سوايع. انا خليته توت اون وي. فوالا لي في هنايا بو لا ديكوراسيون دو تشيز كيك. انا سي لو لوندومان خديت كيما شفتو دو بوم تاع التوم هكايا اون لاميل، دونك جي بوال حطيت شويه ديال الزبده، شويه ديال لو سكر ولا لو سكر دو كان، وحطيت فيه لي بوم ديالي حتى دبال وشو كيما راكم تشوفو. ودوكا راح نزين لو تشيز كيك ديالي بهادوك لي بوم، وراح ندير عليه شويه ديال لو كاراميل وشويه ديال لي نوا، وهكذا يكون لو تشيز كيك ديالي واجد. فوالا البنات الغيزيطا ديال لو تشيز كيك بون كراميل برسالي اللي حضرناه مع بعض يجي بزاف بين واحد الشكل ديالو بزاف شباب. وكيما على بالكم لو مارياج بون كراميل برسالي يتوال بزاف بزاف، وسيغتو مع هذاك لي بيسكوي سبيكيلوس بلوكو ديال لا كانيل ولي جي بيس ولا اروع، يجي فغيمون بزاف بنين. كيما شفتو طريقة سهلة مهلة يجي بالأمر. أنا حضرتو لبزافي وبزاف بزاف عجبهم. كيما قلت لكم الا كنتو دايرين يجي من هاد لاوسات ماشي ديالكم، يعني يعني سي ماشي غوسات خفيفه هكذايا، بصح فريمون تجي بزاف بنينه. بالنسبه لو ماسكاربون كيما قلت لكم تقدروا تعاودوا سوا بلو فرماج بلون ولا بلو فيلادلفيا ولا الكيري، ولا تقدروا ديروا ان ميلونج. وهنايا حبيت نقطعه لكم باش تشوفوا على ديكوب كيفاش يجي. يجي فريمون بزاف بنين، ويجي عندي سكيك بيان كريمي بزاف بنين.
بلاتي غادي نكونوا لحقنا نهايه الفيديو. جيتبارك لو كانت مزيان اليوم عجبتكم ان شاء الله تعرفوها وتستمتعوا بها ان شاء الله. الى عجبتكم على صفا ما تنساوش ابتسام ابتكم وبدا. واذا كانت هذه اول مره تشوفوا القناه تمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكامل الفيديو اللي راح نحطها لكم في القناه باذن الله. اذا هكذا نقول لكم باي باي الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه اخرى باذن الله.